الحاج عربي صاحب المنشأة دي. نشاط فن البراويز، بتعامل مع المهنة دي من قديم الزمان تقريبا من عام 55. اتعلمتها عن طريق خالي رحمة الله عليه، كان أستاذ فز، فنان كبير جدا في البراويز. تركت الدراسة وتركت الدنيا كلها وبقيت معاه، شربت منه وتعلمت منه. بعد كده أنا شق الطريق وأنا صغير السن، كان عمري 24 سنة. جيت في السن ده في هذا المكان اللي انت حضرتك قاعدة فيه ومتواجدين فيه، نفس المكان. بدأت أشتغل في سن صغيرة جدا، حتى الناس وقتها كانوا معظمهم أجانب، يعني مش واثقين قوي في الشخص الصغير ده، السن الصغير ده، إن هيقدر يعمل لهم حاجة حلوة يعني كده. المهنة دي كتير قوي موجودة، ولكن مش كتير قوي اللي هم بيتعاملوا معاها بفن وحساسية ودقة، قليلين جدا، يكاد يكون مفيش. البراويز الكلاسيك اللي حضرتك شايفاه، اللي انت قاعدة في وصيها، ما تنتهيش أبدا، بل بتزداد قيمة، تزداد جمال، تزداد روعة، تزداد رونق، وتزداد عظمة.